استاذ وائل طبعا عايزين نقولك منور النهارده، جاي تبارك اكيد لحبايبك في مسرح مصر، عايز تقول لهم النهارده ايه؟ طبعا الف مبروك ده مقدما، وانا طبعا عارف ان الحاجه هتطلع حاجه حلوه ان شاء الله، يعني من خلال الاعلانات ان شاء الله فيلم جميل. السيزون دلوقتي طبعا نقول مريح شويه، محتاج حاجه تشده، واعتقد ان الفيلم ده هيشد السيزون جدا بتاع السينما، وربنا يكرم ان شاء الله. والف الف مبروك لاصحابي واخواتي. يعني بعد ما لقيت دور في مسرح مصر يقفل؟ اه طبعا طبعا فرق كتير. عايز اعرف تابعت صباحان باركه ولا لا، وشفت اللوكاندا بروفات ولا ايه الاخبار؟ طبعا انا اصلا مشارك في اللوكاندا كمان، وطبعا شفت صباحان باركه، فطبعا يعني الحمد لله احنا فضلنا مستمرين والشغل موجود. اي نعم غيرنا السيستم شويه، بس هو نفس التيم ونفس الحاجه، فيعني الموضوع ما اختلفش، بس ان شاء الله اللي يتقدم على المسرح هو المختلف. لو كده قلب شغل محمد سعد، فايه المقصود بقى؟ لا والله ده بتاع اللوكاندا ان شاء الله. ان شاء الله شخصيه طبعا مستمره لفتره طويله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ناخد حاجه عنها كده. بس هو بعمل الطباخ اللي في اللوكاندا، فيعني يعني الطباخ اللي في اللوكاندا ده تعال نتفرج عليه لما يبقى يتعمل ان شاء الله. ان شاء الله الافيهات مع استاذ اشرف برضه بيلعب بنفس الطريقه، ولا هنشوف بقى لعب مختلف وضحك ان شاء الله؟ الموضوع مختلف لان الموضوع اصلا هو جديد، هو سيت كوم على مصر مش مصر، سيت كوم عن مصر. بالظبط. فالموضوع بس هو مختلف عشان كده، فيعني الموضوع طبعا جديد. ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يخليك، اشكرك جدا.